ماذا تعرف عن هجوم بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941؟ كتم العالم أنفاسه عند سماعه لخبر الهجوم الياباني على الولايات المتحدة الأمريكية الذي تناقلته وسائل الإعلام. ففي حدود الساعة 8 صباحا من ذلك اليوم، تعرضت قاعدة بيرل هاربر الأمريكية بهاواي لموجتي قصف جوي قادتها 353 طائرة يابانية أسفرت عن تخريب وتدمير عدد من السفن الحربية ومقتل ما يزيد عن 2300 أمريكي. وبسبب هذا الهجوم اتخذت الحرب العالمية الثانية منحى جديد، حيث دخلت الولايات المتحدة الحرب بشكل رسمي ليبدأ بذلك العد العكسي لهزيمة دول المحور. وأصبح حلم مهاجمة قاعدة بيرل هاربر حقيقة بالنسبة لليابانيين بفضل جاسوس يدعى تاكيو يوشيكاوا، قاد مهمة محفوفة بالمخاطر منتحرا هوية مزورة لتزويد بلاده بمعلومات حساسة عن الأمريكيين. في سنة 1933 أنهى يوشيكاوا دراسته بأكاديمية البحرية اليابانية لينضم لفريق السفينة الحربية أساما. وبسبب مشاكل صحية أجبر على مغادرة طاقم أساما لينضم بحلول سنة 1937 لمخابرات البحرية. وفي الأشهر التالية قرأ يوشيكاوا عن البحرية الأمريكية وسفنها واكتسب معلومات هامة عنها. في سنة 1940 التحق بالسلك الدبلوماسي الياباني عقب اجتيازه لاختبار الإنجليزية، ليلفت بذلك نظر المخابرات البحرية ومسؤولي الخارجية اليابانية الذين كانوا على علم بخبرته وإلمامه بالكثير من المعلومات عن البحرية الأمريكية. فقرروا بناء على ذلك إرساله في واحدة من أهم وأخطر المهمات الاستخبارية خلال الفترة التي سبقت انتقال الحرب العالمية الثانية للمحيط الهادئ. في أواخر مارس 1940 أرسل يوشيكاوا أرسل نحو جزيرة أواهو بهاواي ليشغل منصب نائب القنصل الياباني ناغاو كيتا بمدينة هانولولو. وخلال هذه المهمة السرية حصل على اسم مستعار تمثل في تاداشي موريمورا، وكلف بمراقبة التحركات البحرية الأمريكية بالمنطقة وجمع معلومات عن قاعدة بيرل هاربر ونقلها لليابان انطلاقا من المراسلات السرية للسفارة. وأثناء فترة عمله كنائب قنصل بلاده، حصل يوشيكاوا على مرتب قدر بنحو 600 دولار استغله لإتمام مهمته على أحسن وجه. فعمد لاستئجار عدد من الطائرات السياحية للقيام بجولات فوق جزيرة أواهو وقرب قاعدة بيرل هاربر والتقاط صور لها. كما استغل منصبه ودوره بالجزيرة ليتظاهر بممارسة هواية الغوص واستكشاف الأعماق التي لم تكن سوى حيلة لتضليل الأمريكيين، واتجه حينها للسباحة والغوص قرب بيرل هاربر بهدف جمع معلومات إضافية عنها. كذلك ارتاد مطعما يابانيا بالجزيرة واستغل تلسكوبا موجودا بأعلاه لمراقبة قاعدة بيرل هاربر وتحركات السفن الموجودة بها. وقد نقل الجاسوس الياباني المعلومات انطلاقا من سفارة بلاده بهونولولو اعتمادا على الشفرة السرية بيربل والتي تمكن الأمريكيون من فكها فيما بعد. ولم يعار الأمريكيون أي اهتمام لتقارير السفارة اليابانية بهانولولو بسبب كثرة المراسلات التجارية والاقتصادية الصادرة عنها. وخلال الساعات التي سبقت هجوم بيرل هاربر، نقل يوشيكاوا آخر تقاريره والتي كان نصها كالآتي: السفن الراسية بالميناء 9 بوارج 3 طرادات صنف B3، 3 سفن مخصصة لنقل الطائرات المائية، 17 مدمرة إضافية ل4 طرادات صنف B، و3 مدمرات بصدد دخول الميناء. جميع حاملات الطائرات والطرادات الثقيلة خارج الميناء. لا وجود لأي تحرك مشبوه أو تغيير مرتقب لتركيبة القوات. نقلت هذه الرسالة السرية نقلت للأمير الياباني إيسوروكو ياماموتو قبل أن تقع في حدود الساعة الواحدة وعشرون دقيقة ليلا في يد الأميرال شويتشي ناغومو قائد حاملة الطائرات اليابانية أكاجي والتي لعبت دورا هاما في هجوم بيرل هاربر. وبفضل المعلومات التي قدمها جعل يوشيكاوا هجوم بيرل هاربر ممكنا وألقت السلطات الأمريكية القبض عليه، إلا أنها فشلت في إدانته بالتجسس بسبب قيامه بإتلاف جميع الوثائق التي كانت بحاجته ليعود لوطنه في
أوت 1942 ضمن عملية تبادل دبلوماسيين بين الأمريكيين واليابانيين. ومع نهاية الحرب وهزيمة اليابان، اختبأ يوشيكاوا لسنوات خوفا من تتبعه قضائيا قبل أن يظهر مجددا مع نهاية التواجد الأمريكي في بلاده.